مبسوطة يا حبيبتي معايا؟ طبعا، بس أنا عايزاك ترجع زي زمان. ماجد الرومانسي الحبوب حبيبتي. اه طب ما أنا حبوب، حبوب قوي كمان. مش قصدي اللي في دماغك، أنت بقالك فترة طويلة قوي ما قلتليش ولا كلمة حلوة. من بعد ما اتجوزنا حتى ما قلتليش كلمة بحبك. إيه يعني؟ مفيش أي كلمة ناعمة؟ في يا ستي كل حاجة، بس انتي اعملي اللي انا عايزه. اللي هو ايه؟ الواد هيثم عايزك تقطعي علاقتك بيه، مش عايزك تكلميه في تليفونات، مش عايزك تتعاملي معاه، مش عايزك حتى تشتغلي معاه. اوكي، بس انا كمان عندي نفس الشرط. ايه؟ البت الجربوعه اللي اسمها نوره دي بتضحك على ايه؟ جربوعه شكلها وحش، مش هترد على تليفوناتها، مش هتشوفها ومش هتشتغل معايا. حاضر يا ستي، لو ده طلبك يعني غيرانة. حاضر. إيه؟ يا سلام. غيرانة؟ غيران مين؟ دي جربوعة وشكلها وحش. أنا ياسمينة، وبعدين كمان مش هتنتج لها الألبوم بتاعها. حاضر يا ستي، أموري. أنا ممكن أوافق إنك تنتج لأي حد، بس يا ماجد اختار، وأنت كمان تعرف تختار. اختار نجمة يعني زي ياسمينة كده. حلو جدا تيرارارارا. ليه لؤي؟ اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شيرين اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي، ده تليفون البيت. اه يا مامي، يا حبيبتي، لا كنت نايم شوية. حاضر ماشي، هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم ألم شوية هدوم كده واجيلك. خلاص يا مامي جاي، باي، سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي، عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي، جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي، الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي، ما اتعدلتي يا بعيده، مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام؟ خلاص يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليكي، كلها يومين هظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عاجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي، اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟ وانا ليا حد غيرك يا اخويا، والنبي تيجي معايا. يا زينه بقى يا زينه، وعهد الله يا زينه، اخوكي حب الحبس، عاشق الزنزانه يا زينه، كل اسبوع يتحبس مرتين، وانتي دايره لي زي النحله وراه. روحي بقى يا حلوه بعسلك لاخوكي، وسيبيني انا اجري ولا اكل عيش. اوعي يا زينه، اوعي، روحي، اوعي حبيبتي، يلا سلام. ماشي يا طارق، ماشي. لؤي شيرة حبيبي. أي ازيك شيرة حبيبي؟ لؤي مامي، واخيرا اخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل انت، يا سكر انت، يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ اه طبعا. يبقى كده اومليت ولد. تعال، المكان هنا امان. اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك؟ في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم، اضيع. تقوم تقوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد؟ ومية واحد زي خالد سعيد. البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه، احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوتك. على النعمه كلامك بيعجبني، بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير.
البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طالبة زينة والنبي استنى، يا ربنا ينصرك. عامل ايه زينة؟ بس شوي. الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا، ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المرة دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مرة. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتبعت، واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتأكدت من الحكاية دي. بجد وربنا؟ اه، بس وحياة ديني ما هسيبه، وما هسيب اي حد اتأمر عليا. اسمعي، الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طلعت. خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشد لك محامي يا طالبة، وهاجي لك على النيابة. ما تقلقش انا في ظهرك طالبة، هاجي لك على النيابة يا طالبة. ما تقلقش، زينة اختك في ظهرك. وسايباني في الشارع من غير فلوس ولا مأوى. يا لؤي، ده مبرر عشان تسرقني؟ انا ما اسرقكيش، دي فلوسي، دي حاجتي وحاجه ابويا، فاهم ولا لا؟ باباك باباك، ما تلحق باباك يا حرامي يا حرامي. افرض انها حاجه باباك، افرض تيجي تطلبها مني عبدك. اوعي قدامي، اوعي قدامي. كذبه انت وباباك يا حرامي. سيبيني، هات اللي في ايدك. سيبيني اخدها، هات اللي في ايدك. خديها خديها، مش عايز منكم حاجة. عايز تمشي امشي، بتهددني؟ انا برضك مش عايزاك في بيتي. انت محسنة انا بقولك كلها مش خليني اقعد معاكي. في ايه يا مامي؟ ايه اللي بيحصل؟ عايز اشوف يا اخوك الحرامي في 60 داهية. الولد اللي يسرق امه ما يستاهلش خالص شفقة امه. استريحت؟ فتحتني قدام جوزي؟ احسن خليه يعرفنا على حياتنا. لؤي يا حبيبي، لو عايز فلوس خد خد اللي انت عاوزه. خلي فلوسك معاك، انا مش حدش منك. مش كفايه اللي عملته فيا؟ وسع. انت شايف بحضر هدومي عشان مسافر. مسافر فين؟ رايح اليونان. طب ما قلتليش ليه؟ عشان اجهز شنطتي. مش هينفع تيجي معايا يا حبيبي. نعم، ودي رايحه تعملي ايه بالظبط؟ رايحه شغل. شغل ايه؟ ما انا جوزك يعني مدير اعمالك، يعني عارف كل شغلك. شغل ايه ده؟ لا، ما مش هينفع تعرف كل حاجه عني. نعم، انت بتقولي ايه؟ بص يا حبيبي، انا هتفق معاك على اتفاق جديد. لا انت تسالني انا رايحه فين ولا جايه منين، ولا انا هسالك انت رايح فين ولا جايه منين. دي لي روحي.
جمعتكم النهارده عشان نتكلم في المرحله الجديده وازاي هنشتغل فيها. اول حاجه احنا هنقلل وجود الحشيش خالص في البلد وهنرفع سعره. والحاجه الثانيه بقى هننشر البودره ونقلل في سعرها. وده طبعا هيحتاج لحاجات كتيره هكلمكم عليها دلوقتي. اولها طبعا انا هسافر اجيب البودره من بره في الشنط بتاعتي. الراجل بتاعنا هيكون مستنيكي كالعاده في المطار ويسهل لك دخولك. ما تنسيش المرحله اللي جايه دي هتسافري فيها كتير قوي. مارك هينسق مع الجماعه في اليونان عشان ما ياخروكيش. انتي عارفه توحشيني قد ايه. وانت كمان يا بص. وانت تكلم الجماعه في الداخليه وتقول لهم على كام زطيه حشيش كده عشان يتلهوا فيها. انا عايز البودره والكوك الكيميكال يغطوا السوق كله. عايزين نشتغل يا جماعه. اكسلنت فيري فيري اكسلنت مستر شيكر. اوكي تقدر تتفضل دلوقتي. ياسمينه عايزك لو سمحت.